ايوه ايها الاحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايز اقول لكم على حاجه، من لم يشكر العبد لم يشكر الرب. دايما جماعه زمايلي الملتزمين دينيا يقولوها، يعني انا بفهمها. عشان كده فريق اعداد البرنامج والفريق اللي في الكنترول وكل الناس اللي بتتعامل مع البرنامج ده غيرهم ما اعرفش، بيوجهوا كل الشكر والتحيه والتقدير لفخامه جلاله حاجات عبد الفتاح السيسي، لانهم بيقولوا لك لولا انت ما كناش اشتغلنا. يعني بصراحه انت هديه لينا يا راجل. مش كده يا راجل، حبه حبه على الناس، كل مجانين العالم اللي حرقوا وخربوا وقتلوا الملايين زي هتلر وموسوليني والقذافي ونيرون وغيرهم، كانوا شايفين نفسهم عظماء، كانوا شايفين ان ربنا بيساعدهم، كانوا شايفين كل اللي بيعملوه صح والباقي كله أقزام، الباقي كله ناس نظرها على قدها مش فاهمين. وفي الآخر طبعا شوف نيرون عمل ايه، وشوف هتلر وموسوليني وغيرهم، خراب ودمار. شوف ستالين في روسيا، الناس دي بتبقى دايما عندها مشكلة. للأسف مصر ربنا ابتلاها. بص بقى، انت عارف لما تروح عند فرغالي اللي في اخر جامعة الدول العربية ده، انا ما اعرفش كان زمان كده يعني، بتاع العصير، تقول له اديني واحد يعني كوكتيل، كوكتيل عبد الفتاح السيسي، كوكتيل من ستالين على هتلر على موسوليني على نيرون، كل ده اتضرب. طلع الراجل الجميل ده. الجماعة بتوع البرنامج بيشكروك جدا. كل الناس غلط الا هو، كل الناس ما تفهمش إلا هو. ورغم النتائج المهببة اللي وصلت ليها البلد واللي هو قال عليها النهاردة إن إحنا رجعنا، أو يعني لسه ما تحركناش، يا حضرات إحنا قدام كوكتيل من التكبر وورمان الذات والجهل. أحد الروائيين كتب تعبير كده جميل قوي على واحد زي ده، قال لديه جهل عليم بكل شيء. عجباني العبارة قوي قوي، لديه جهل عليم بكل شيء. شخص شايف نفسه مدعوم من السماء وانه لوحده ومحدش معاه الا ربنا سبحانه وتعالى، ومعنى كده ان اللي هيحاربه يبقى بيحارب ربنا، لانه باختصار ده مش عادي، ده بطل. اسمع كده النهارده بيقول ايه. خلصت والمسافه كنت بقى موجود في مجلس الوزراء، فكر احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونة بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال، انت الايقونة بتاعتنا، انت البطل. جميل. طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ ده كلامكم بجد والله. انت البطل اللي حافظ عليك. هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا لا انا مش ليه، انا ظهري ربنا. لا لحظه 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 يا فتاح، خليك معايا شويه. طب شويه عيال بيلعبوا بيك وقالوا لك انت ازاز وخايفين مش عارف ايه وانت البطل، تصدقهم ليه يا فتاح؟ الا اذا كنت جواك هوا. من الهوا يعني، انت شويه يعني مطبلاتية اجتمعوا حواليك ويقول لك انت ده انت ده انت ما حصلتش ولا ده. هو دايما جماعة المحششين كده يجيب واحد يشتغلوه. طب جماعة اشتغلوك، احنا مالنا؟ بس في الاخر بقى قال لك انا ظهري ربنا. على فكرة مش الحتة الزرقاء اللي وراه ده، ظهره ربنا. اسمعوا كده. خش عندنا واللي يقدر على ربنا يتفضل. اوعى اكفر بقى، اطلع من الدين بقى. ها العيال على السوشيال فكرونا بقصص كده، قصه كنا نعملها لما كنت تيجي واحد يضربك في المدرسه وانت شايل شنطه المدرسه، وبعدين ايه ما تقدرش عليه، فيجي ماسك منك الشنطه وعايز يرميها، فتقول له اوعى تحاسب، الشنطه فيها كتاب دين، على والمصحف الشنطه فيها كتاب دين، اوعى ترميها. فالواد اللي ماسك الشنطه تجي له رعشه ويكهرب ويحط الشنطه على جنب. هو بيعمل نفس القصة، بيقول لك اللي يقدر على ربنا بقى يقدرني.
هو مش رئيس عادي يا حضرات، هو مش رئيس اصلا، هو ده رئيس، ده قدر اختاره الله. اتفضل. بالمناسبة لما اقول الكلام ده الناس بتفتكر ان انا بدغدغ مشاعر الناس. انا ما بعتبرش نفسي رئيس مصر، انا بعتبر نفسي انسان، انسان طلب منه التدخل لحماية وطن بس. مش رئيس ده، انت ما بتتعاملش معاه رئيس ودستور وبتاع، لا انسان. طب والله انا صادق. ايوه اصل عربيه الرئيس حاجه. ايوه عربيه المواطن حاجه ثانيه. عارفها الكلمه دي؟ استنى يا فتاح اصبر. عارفها، افتكرتها، اتقالت فين الكلمه دي؟ ايوه، احمد باقي الدين في كتاب حواراتي مع السادات قال بالظبط كده. لما قعدت مع السادات اكلمه على الدساتير بتاعه البلاد، فكلمته على دستور فرنسا ودستور، والله صفحة 46 في كتاب حواراتي مع السادات أحمد باقي الدين، ارجعوا للكتاب مش بهبد. بيقول له يا ريس احنا عايزين نعمل دستور، في بقى دساتير زي أمريكا، في دستور زي فرنسا، في دستور زي تركيا. قال له اسمع يا أحمد، أنا يا أحمد مش عايز الدستور ده ليا، أنا وعبد الناصر آخر الفراعنة. هو أنت تفتكر إن عبد الناصر كان عايز دستور؟ هو أنا عايز دستور؟ احنا عايزين دساتير للناس اللي جايه بعدنا، عمر وعلي والناس دي. ماشي يا فتاح، عمر ما اعرفش ليه ماشي يا فتاح، عمر وعلي، لما احنا مش عايزين دساتير. نفس الجمله بالظبط، الراجل مش رئيس، لا الراجل اتطلب منه يجي. على فكره هو كان رايح مشوار، يعني هو معدي كده تعالى تعالى، راحوا خدوه عملوه رئيس، فهو مش رئيس. كمل بقى كده. السياسي حاجه ودنيه المواطن حاجه ثانيه، الرئيس حاجة وأدوية البطل حاجة تانية. شفت البطل بقى؟ البطل حاجة تانية. مش عايز يعيش ويقعد عليه عينك. هقول لكم شوية حاجات كده عشتها فلان الفترة اللي والنبي ما أنت قايل أدبيات الرئيس حاجة والبطل حاجة تانية. الرئيس ده عايز دستور وناس تحاسبه والحاجات دي، انما البطل لا ما بيتحاسبش، البطل بنلبسه. عشان كده يا عبد الفتاح انا مش هعلق، لكن هسيب الناس طلعت اتكلمت عن انك انت فكره بطل وايقونه. نشوف يا حضرات جزء من تعليقات الناس. هم لازم يقولوا كده، مش انت معيشهم في عز على حساب نص الشعب؟ ربنا ينصر المصريين اللي تعبتهم وينصر مصر وترجع ارض الخير والعطاء، مش البلد اللي عايشه من القروض. البطل الحقيقي هو الشعب المطحون وطالع عينيه من حاجة لحاجة وبتمسحه بوشه الأسفلت. بوسي بتقول له اتوكس واسكت، جبت لنا الفقر والمرض، خليتي الناس تمشي تكلم نفسها، كل الناس بتدعي عليك حسبي الله ونعم الوكيل. يا بوسي هدي أعصابك. لطفي بيقول بطل على الغلابة اللي بتموتهم يوم بعد يوم، ولا اللي بينتحروا ما ينتحروا، هنعمل لهم ايه؟ هنقف قدام ربنا تقول له ايه؟ انا باكل وبشرب والشعب بيموت، حسبنا الله يا عم هذا. اما الاخ ده بيقول كفايه قوي عليك كده، تعبتنا، انت بطل يا عبد الفتاح بجد. انا محمد ناصر اقر واعترف ان المدعو عبد الفتاح السيسي بطل، مش بطل محلي ولا اقليمي. انا بقول لك شهاده ليك وهاسال عنها يوم القيامه. انت بطل يا عبد الفتاح، بطل العالم في القروض، انت بطل العالم في الكذب والفشر، انت بطل العالم في الحلفان، انت بطل العالم في الفقر، انت بطل العالم في الجهل. ده حقك. مش بس كده، الراجل ده بتجمعه بربنا علاقه خاصه جدا حسب زعمه، علاقه تخليك تفكر وتفكر مش عادي، تفكر وانت بتاكل، تفكر وانت بتمشي، تفكر وانت بتخلف، فكر كتير يعني قبل ما تتجرأ عليه. السيسي مش مكفيه حصانته العسكرية، فعايز يدور على كتاب الدين في الشنطة، اللي هي اوعى ترمي الشنطة، الشنطة فيها كتاب دين. اسمع. الرزق على الله، بمناسبة الرزق على الله، وانا بتكلم في حد بعد ما خلصت قال لي انا عايز يعني انا بكلم ناس كتير يعني، قال لي بتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم حبيبي حبيبي وغالي علي، حبيبي وغالي علي، غالي علي، وانا اللي شايف.
شايف هو عمل ايه. بس خلاص خلاص خلاص، حد يجيب له كوبايه ميه ويقعده. ده خلاص هي كده وصلت بقى، انت كده تروح وما حتى ما تاخدش دش، روح نام على طول. ربنا حبيبي وغالي عليا. اه والله العظيم، والله ما تعرف غلاوتك عندي قد ايه. ده انا اشيل اللقمه من بقي وارجعها تاني. ايه الكلام ده يا جماعه؟ الراجل حد يشوف له حل يا دكتور عكاشه. الراجل طرقع خالص. على فكره هو مش اول مره يتكلم عن ربنا. الاخ ابراهيم نفخه وجماعه فاطمه نعوت والشله اياها اللي كانت بتتريق على الدكتور مرسي، اخباركم ايه مع راجل الدروش قوي وقال لك ربنا يعني حبيبي وغالي عليا وبتكلم عنه كتير، اه وهجيب سيرته واغيظ الاعادي. على فكره دي مش اول مره، هو طول الوقت طول الوقت بيجيب سيره ربنا بالطريقه دي. شوف انا مش عارف ادور ربنا وهيكلمني وهقول له انا عملت كل ده ليه عشان اعمل انسان حقيقي. طب يا ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركه. واذا كان ده يدي ربنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا. هيقول الكرسي ده انا اللي جبته فيه وانا اللي حمشيت منه، انا بس اللي اقدر اعمله. ربنا ساعدنا ساعدنا اكيد. اول حاجه من احنا معانا ربنا، المرشدين ربنا مش معاه. لا انا عايز يوم القيامه ربنا يشيلني كل اللي انا عملته. والله نقف انا وانتو قدام ربنا وحاسبكم زي ما انتم بتحاسبوني. انا قلت الكلام ده كتير بس انت اول مره تسمعنا. ربنا قال لا لا والله لا والله 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 لا احاد الكل يوم القيامه قدام ربنا على اللي احنا بنعمله. هو في فيديو عدى كده يا عز في النص كده ربنا قال لي وبتاع، والنبي عيده تاني كده عشان بس انا اول مره اخد بالي من الفيديو ده. زي بعض عز احنا مع بعض في فيديو كده قال فيه ربنا قال لي، اللي هو عامل فيها هاني شاكر. فيديو كده كان ضارب البوم عاطفي. مش ده مش ده مش ده اللي وراه اللي وراه اللي بعده يعني قبله قبله قبله. بس هو ده هو. اولا بص اطلع بص اطلع بص العين النظره يا ربي. ده مطرب عاطفي ده ولا حاكم دوله؟ اسمع بقى بيقول لك ايه. بس العب بقى هنا. يا ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس. بس اقف هنا. ربنا قال لك؟ احنا ما نعرفش غير ربنا كلم سيدنا موسى. انما انت ايه؟ احنا مش كنا وقفنا عند سليمان ففهمناها سليمان وتقدمنا شويه رحنا عند كالو الشجر مع سيدنا محمد. ده انا ما خدتش بالي اول مره اخد بالي. يا علي ايه علي؟ ايه علي؟ يا علي ده توفيق الحكيم لما كتب حوار مع الله الشيخ الشعراوي مرمط بيه الارض وقال له حوار الله خناقه ودخل فيها يوسف ادريس ودخلت فيها الاهرام والاغبار والدنيا اتقلبت عشان هناك فرق بين كلام العبد وكلام الرب. كلام الرب الاخ طلع يقول ربنا قال لي وعدت عادي كده مفيش ملاك في النص مفيش حلم مفيش اوحى ليا. ربنا ممكن يحيله ممكن زي الشجر زي النحل زي ام موسى، انما ربنا قال له. اسمعها تاني كده بس عشان دي مرحله سيدنا موسى. العب. فدي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس. لا احنا فرقعت خالص. هخلي معاك البركه. بس 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 كده عرفتوا معانا مين من الانبياء؟ سيدنا سليمان ففهمناها سليمان، ومعانا سيدنا محمد كانوا بياكلوا الشجر ورق الشجر في شعب ابي طالب. دلوقتي طلعت في مرحله عدت مننا بتاعت مرحله كليم الله. دي الشخصيه اللي احنا قدمناها الليله دي، بطل ايقونه قدر. وبعدين مش عادي، ده ميكس من الانبياء مش من الصالحين. ميكس من حكمه سيدنا سليمان، ميكس من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،
وأيضا طلع أنه كليم الله زي سيدنا موسى، بطل وأيقونة وقدر وعلاقة، علاقة بينه وبين ربنا، علاقة أنبياء هم فيها، هو فوق الجميع أكيد يعني. وكل الناس بتقول له يعني ملوش لازمة، حتى الاقتصاديين الكبار كلامهم ملوش لازمة. الاقتصاديين الكبار اللي هو جمعهم في المؤتمر الاقتصادي ده كلامهم ملوش 30 لازمة، كلامهم ما يسويش كلام طالب في كلية اقتصاد. اسمع، لا لا سيبك من دي، سيبك من دي، كلام الاقتصاديين. ايوه حد يزعل مني من الحمد، ايوه حد يزعل مني من الحمد. كل الاقتراحات اللي اتقالت ديت انا اسف ان اقول لكم، اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيه، اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيه. انما ازاي تعملوها؟ انا اللي قلته في الاول ان كل اللي اتقال ده اي، وده مش تقليل من اللي اتقال، الدارس حول الناتج المحلي وعجز الموازنه والدين العام والاستثمار والعثماني مش كده يا دكتور اهلا ولا ايه؟ والعثماني وال، طب ما لما هو سهل كده ما عملناهوش ليه؟ اذا لابد ان احنا نكون فاهمين ان في اجراءات اخرى متكامله مع الموضوع ده عشان ينجح. انت تعرف يا فتاة، انت اللي يسمعك عايز قرص حشيش، انت ما ينفعش معاك كلام. انت يا فتاح بعد ناس، اي طالب في كليه اقتصاد يقول الكلام اللي قالوه الخبراء اللي انت جامعهم في مؤتمر. طب جمعتهم ليه يا فتاح؟ ده طبيعي يا جماعه، طبيعي والله، والله ما في اي حاجه عمليات تجميل، ده طبيعي، هو كده طبيعي يا جماعه. تفتكر المؤتمر ده هيضيف له ايه؟ هو طبيب الفلاسفه، هو قال كده، انا ربنا خلقني كده. اسمع، ربنا خلقني طبيب، اوصف طبيب، اوصف الحاله. يقول لك لا اسمعوا، مين الدنيا؟ خبراء المخابرات والسياسيين والاعلاميين وكبار الفلاسفه لو حبيتوا. ففهمنا سليمان يعني ايه؟ يعني هو اتى سليمان القدره على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير، ففهمناها سليمان، انت بقى شوفوا بس كفايه. رغم كده، رغم ان الراجل فاهم، علامه بحار وكل حاجه وطبيب فلاسفه، وفهمناها سليمان وربنا قال له والحاجات دي، رغم كده هنعمل مؤتمر اقتصادي كل سنه. طب ليه؟ طيب لما انت مؤتمر بتقول ما منوش فايده، انت قلت ان كل توصيات المؤتمر دي يعملها طالب في اولى اقتصاد. على فكره انا مبسوط جدا والله العظيم، مبسوط قوي ان ضرب خبراء الاقتصاد بالجزمه، لان انا قلت الكلام ده هنا وعلى التخته دي، قلت اللي هيحضر مؤتمر الاقتصاد ده بيهين نفسه. اهو طلع لا مؤاخذه، بصق في وجوهكم كلها وقال لكم اللي انتوا عملتوه ده كله يعملوا طالب في مؤتمر. طب لما هم ناس فاضيه وبتاع اي طالب في الجامعه يعمل اللي هم عملوه، هتعمل مؤتمر تاني ليه؟ ولا هتعمله ولا ما تعملوش؟ الغي بقى. انما طلع يعند ويقول انا متفق معاكم، يبقى المؤتمر يتعمل كل سنه. ده كلام مهم جدا جدا، وافتكر ان احنا كنا من 5 سنين ولا اكتر كنا حريصين قوي ان احنا نعمل مصر حوار، وكانت كنا بنقول ان المؤتمر ده هو مؤتمر الشباب، هيتم تناول فيه قضايا الدوله كلها، قضية شباب فقط. ليه؟ القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. بس كفاية. ليه؟ مش أنت بتقول مؤتمر فشل؟ مش أنت بتقول إن اللي أنتوا عملتوه في المؤتمر ده يعملوا طالب في ثانوي، قصدي في كلية اقتصاد وعلوم سياسية؟ ليه تعمل مؤتمر؟ ليه تبعزق فلوس؟ ولا أنت ليك هدف تاني من المؤتمر؟ خلينا نشوف كده، هل ليه هدف تاني من المؤتمر يا علي؟ الراجل ده نعمل المؤتمر الاقتصادي السنة الجاية ونجيب الشباب ونسمعهم وييجوا يزعقوا لنا واحنا ندافع بدل ما يزعقوا في الشارع. ها يا لئيم يا عبده. ايوه صح، اي فعلا، اي خلاص يعني بدل ما تعملوا مظاهرات وبتاع، تعالى يا عم اقعد في المؤتمر، هنعمل لك وجبه ونقعدك في اوتيل وتطلع تزعق شويه وتروح. تضحك على الناس يا عبد الفتاح.
على فكرة انسى دي، ادي الاقتصاديين ما عجبوش المؤتمر وقال لك اي طالب في الجامعة يعمل الحاجات اللي انتوا عملتوها. حتى الاعلاميين السيسي شايف انه قدامهم 20 سنة عشان يفهموا السياق الاعلامي للدولة، وانتقد تغيير كلامهم الناعم عنه في الترشح وبعد الترشح. نسمع استاذ نشأة الديه اختلط لنا بقى احمد موسى اظهر من تحت الترابيزة، عمرو اديب ولميس وابراهيم نافخوا. اسمعوا السيسي بيقول عليكم ايه. في الترشح في اثنين من الاعلاميين الافاضل اللي انا بقدرهم وبحترمهم قالوا نعمل معاك لقاء. نعمل معاك ايه؟ لقاء. طيب كويس. طيب. جيت قبل بعد نص اللقاء معاهم فقالوا لي ايه؟ احنا ما نمناش امبارح. ما ايه؟ قلت لهم ليه؟ اصل انت ازاز ما حدش ابدا نلمسه. إزاز إيه؟ ما نحبش نلمسه لأن اللي اتعمل كتير قوي، فإحنا لازم كنا شايفين وإحنا بنتكلم معاك وبنعمله نخلي بالنا. إزاز في الترشح ما نمناش قبل اللقاء لأنك إزاز خايفين نيجي جنبه، وإنت رضيت على نفسك؟ أوعى تكون دخلت مع حد أوضة. إزاز إيه يا فتاح؟ إيه الكلام أنت بتقوله يا فتاح؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله؟ طب اعلامي خايب عبيط بيتحرش بيك، احنا مالنا؟ تقعد في البلد ليه 8 سنين يا فتاح؟ بعد كام شهر طبعا الازاز اتغير بقى وبيعتب عليه. بعتب عليك يا حب. اسمع. بعدها بكام شهر كنا بنفتتح مشروع المناطق الخضر، فحد قال السجاده الحمراء ماشيين عليها. بعد كم شهر كده نسيت اتغيرت. لا اتغيرتوش. الاسبوع العروب ده كويس، انتوا مش عارفين السياق الاعلامي المطلوب في ادارة الدولة دي في المرحلة دي لمدة 20 سنة. السياق الاعلامي مش خدمة الرئيس، السياق الاعلامي خدمة الفكرة. يا بهايم. سوري انا هنا. يعني بعد كم شهر يا ولاة الاصل تبيعوا تخونوا العيش والملح. اخس اخس. على فكره بيقول لك ليلتها باتي رفص وزعلان قوي، وحتى المدام بقت تقول له ما تعملش في روحك كده يا حبيبي، مش مهم نغير لك الطقم كله ونجيب طقم تاني، طقم ملايات. مش بس كده، السيسي شايف ان التغطيه الاعلاميه لشغله قليله وانها مش بتخدمه كما ينبغي. اسمع. لما حد بيسالني بيقول لي انت مش خايف من التغطيه الاعلاميه اللي مش موجوده للواقع اللي بتعمله يبقى وصل الناس؟ رديت انا قلت لهم الناس موجوده في كل حته شايفه الشغل قدامها. انا مش عايز تغطيه اعلاميه، انا راجل مش اعلامي يا اخي، انا بتمشى في كل دور لوحدي في كل مؤتمر والكاميرا جايباني. انا يعني انا مش عايز تغطيه اعلاميه، انا بيجيبوا لي خيمه زرقاء هي هي في كل حته وفي كل اي مشروع بنفتح، لما اتنين بيلضموا ابره خيط في ابره بنعمل عليه مؤتمر وبيغطوا، وانا برضو مش عايز والله. ورغم كده التغطيه الاعلاميه قليله جدا. مش بس كده، ده كل الزعل ده عشان عندما يتحدث شخص في الاعلام ويقول ان كرتونه البيض زادت 10 جنيه، هل هذا يساعد في المسار؟ لست رافضا للفكره، لكن الأدبيات التي تعملون بها قد لا تتوافق مع واقعنا. نحن نحتاج حشدا للاتجاه. قول لي انت فهمت ايه من العبارة دي، هديك اللي انت عايزه. لما هو بيزعل لما اعلامي طلع قال كرتونة البيض زادت 10 جنيه، قال دي مساندة يعني؟ يعني ده مساندة؟ وبعدين نيجي هنا بقى، يعني لست رافضا للفكرة، امال انت عايزه يقول ايه؟ ما هو قال 10 جنيه زادت فعلا. وبعدين انت الادبيات اللي بتشتغلوا بيها انتوا مش حلوين على فكره، انا مش مرتاح. طب السيسي عايز ايه من الاعلام بقى؟ انا هقول لك السيسي عايز ايه من الاعلام. عايز ده. الزعيم الراحل عبد الناصر كان محظوظ صحيح، لانه كان هو اللي بيتكلم والاعلام معاه. بس نظرة الثقة دي بتجيب وراها الخراب. إذن يا حضرات، بعد 8-9 سنين من 2013 السيسي مش عاجبه الإعلام لحد النهاردة، وشايف إن إعلامه فاشل،
شايف ان اعلامه برغم كل اللي بيعمله مش عارف يغطي نجاحاته، وشايف ان اعلامه مش عارف يوصل للناس اللي بيعملوا السيسي. دي شهاده نكتفي بيها باعلام السيسي. الحقيقه دي شهاده فيك يا نشأة يديه واحمد موسى وعمرو اديب ولميس الحديدي ومصطفى بكري وكله، دي شهاده ان انتم مش عارفين تشتغلوا، انتم مش عارفين توصلوا وجهه نظره. طيب ده الاعلام. السيسي مقموص برضه من الحوار الوطني، هاجمه وعشان سبب غريب جدا. تخيل السيسي هاجم الحوار الوطني عشان ايه؟ انا اقول لك، عشان ما تكلموش عن بطولاته، عن تضحياته. اسمع. ساعة ما جانا حصل الاحداث فانا عملنا البيان اللي كان بيان لو حد بيحسبه كويس قوي وده كنت الحوار الوطني دكتور ضياء، ده تكلفة الحوار الوطني. ساعتها لما جيت عملت البيان ده كنت حريص على ان انا بس احافظ على ده. انت خدت بالك من رياكشن دكتور ضياء؟ طبعا هو على ضياء رشوان، ما اعرفش ضياء رشوان جاب الدكتوره منين بس مش مهم، بس قال له يعني شايف شغلك كويس. ما اتكلمتش ليه عن بطولاتي وتضحياتي؟ هو ده الحوار الوطني اللي دافع لكم فلوسه؟ ما تجيبوش سيرتي. السيسي كان عايز الحوار الوطني يتكلم عن الشرف والامانه والتضحيه والحكمه بتاعت سيادته، لان هو قال انا كنت معاهم شريف قوي والشرف لا يتجزا، مش قطاع يعني. اسمع. في الوقت اللي انا كنت فيه وزير وانا بقول القضايا اللي احنا نتعامل معها، فكنت بقول كل حاجه ليهم كلهم بما فيهم القياده. طب بتقول برضه ده ليه؟ لان كانت الموضوع شريف قوي والشرف ما بيتجزاش، ما بيتعملش شويه وينتهي ويبقى خلاص بقى، يبقى اسمها متغيره، ده شخصيه بقى متقلبه. لا ده شخصيه مريضه. كفايه كفايه اقفل. وعن بطولاته في 2013 عمل انقلاب وخاطر بحياته وحياه ولاده ومراته. يا شعب يا جاحد يا ناكل للجميل، تنسى 2013 لما كان هو طالع على الدبابه لوحده واقتحم القصر الرئاسي واحتل موقع القياده وقبض على كل الناس لوحده، كان لوحده. هو قال كده، الناس في 2013 كلها كانت بتقول ساكت ليه والاجراء اللي خدته كان ممكن يكلفني حياتي ومحدش فاهمني، ده انا فاهمه لوحدي. ساعة ما حصل الأحداث بتاعت 2011 و12 و13 فالدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ وسيبنا ليهم ليه؟ هم هيعملوا فينا ايه؟ الجيش يعرف اللي انا بقوله ده كويس، وبرضه بعض المفكرين يفهموا ده كويس. الجيش ده جزء من المؤسسه التنفيذيه للدوله، جزء من الكيان ويخضع لرئيس الجمهوريه. كان مين اللي علم الراجل ده انه ينتبه ويعرف ان البلد دي داخله على حرب اهليه ولابد ان هو يكون له موقف؟ الموقف ده ممكن يكلفه ايه؟ حد أدنى استمراره في الوظيفة، حد أدنى استمراره في الوظيفة، حد أقصى حياته. عايزة هو كان عارف ده كويس. استنى فتح لحظة واحدة جاي لك. معلش عايز، هو احنا مش شفنا ده في الاختيار؟ الهري الهبد اللي بيقوله ده مش عمله مسلسل؟ هو ليه بيقوله تاني؟ يعني يا جماعة الاختيار الجزء الرابع علي ولا الخامس أو السابع حاجة كده يعني. مش الاختيار الجزء الاخير ده اللي هو العاشر تقريبا؟ مش احنا شفنا ده وامك طلعت وقالت لك وانت قلت لها وهي عيطت وانتوا اترميتوا في حضن؟ مش الجو ده كله انت عملته مسلسل؟ ليه طالع تقوله تاني؟ يعني عامل مؤتمر اقتصادي عشان تعيد علينا الجزء الرابع ولا الثالث من الاختيار؟ رايح فتح شويه جاي لك. فتح السيسي مقموص من رجال الاعمال وقال لك انا ما جيتش ناحيتهم والمصحف ما لمستهم، ده انا اول ما قلت لهم هاتوا فلوس عشان ابني البلد كان عندهم انطباع ان انا جاي الم فلوس. سوري، هو انت قلت لهم هاتوا كازوزه مثلا؟ هو انت قلت لهم هاتوا البيجامات؟ ما انت قلت لهم هاتوا فلوس، يعني الانطباع بتاعهم انك جاي تلم فلوس صح. هو انت يا فتاح ما بتعقلش الكلام؟ قال لك اول ما قلت لهم هاتوا فلوس كان عندهم انطباع ان انا جاي الم فلوس. يا جدع انت عقل عشان نعرف نجري وراك. العب.
او لقاء مع المستثمرين في فترة الترشح. فقلت لهم انا متصور ان انا محتاج 100 مليار جنيه عشان اجيب الاثار اللي نجمت عن الحالة اللي افرزتها حالة الثورة في 2011 و2013. الانطباع اللي طلع وخفت قوي ان هو الانطباع اللي عندهم ان انا جاي يا دكتور جاي اخد مال الناس، ده لا يرضي ربنا ولا حياه ربنا يا راجل. ما انت قايل لهم عايز 100 مليار، الناس تفهم ايه انت بتقول لهم انا عايز 100 مليار؟ ففهموا انك انت جاي تلم فلوس، انت ما قلتلهمش يعني يا عمي الله يخليك الجدع ده مين اللي ابتلانا، مين اللي رمى علينا الجدع ده؟ طيب ما هو ده اللي حصل فعلا يا سيسي، ده انت مش بس لميت منهم ال 100 مليار، ده انت في ناس رميتها في السجن اهو، اخبار اهي. ادي صفوان ثابت، امينيستي اسرع على جوينا المصريه وراء اعتقال صفوان ثابت ونجله. مش ده لم ده مش لميت فلوس، ده صفوان دفع لك فلوس كمان. ادي التحفظ على اموال السوركي دفع 10 مليون، طب يا جماعه هيعملوا ايه؟ ده انت مش لميت فلوس، ده انت كاش من اسبوع السويركي يتبرع ب 10 مليون. طب انا هقول لكم بقى معلومه وجاتني ورب العزه من صحفي داخل مصر، قسما بالله انا هنقلها زي ما وصلتني، وافتكرتها دلوقتي لانها بقى لها معايا 4 5 ايام. انا وصلتني معلومه والله الذي لا اله الا هو، هنا المعلومه بتقول بالنص ان السيسي قبل اجتماعه برجال الاعمال بيسالهم ويقول لهم، يعني يطلع واحد كده من الرئاسه يقول لهم كل واحد يتبرع بكام، وهم قاعدين في اوضه، هو قاعد لسه في اوضه قبل ما يجتمع بيهم، كل واحد كام، فكل واحد يكتب الشيك ويقدمه للراجل ده ويخشوا بيه على السيسي. والله اخر اجتماع مع المستثمرين ورجال الاعمال ده اللي حصل فيه، وجاتني من جوه الاجتماع، احد الصحفيين بعت لي تسجيل صوتي بيقول لي شفت اللي حصل في الاجتماع؟ خير يا عمي؟ قال لي الراجل قاعد جوه قبل ما يجتمعوا مع بعض، دخل لهم حد من رئاسه الجمهوريه، شيكاتكم يا بهوات كل واحد يتبرع بكام، فكل واحد رجل اعمال كتب الشيك بتاعه. طب اللي ما دفع، اللي مش هيدفع على السجن على المعتقل زي صفوان ثابت. وتقال لي ان صفوان ثابت ده اتاخد كده نموذج عشان اي رجل اعمال هيبمبك هيكلم هتكون مصيرك زي صفوان ثابت. جاي يقول لك خدوا انطباع عني ان انا جاي الم فلوس. لكن انتقاد السيسي لرجال الاعمال في مؤتمر اقتصادي اللي هو عامله عشانهم مفروض يعني امر غريب جدا، انما في الهدف الهجوم عليهم بقى ليه؟ لما انت عامل مؤتمر عشانهم ليه بتهجم عليهم وتقول لهم جالهم انطباع؟ انا اقول لك ليه بيهجم عليهم، عشان بعض رجال المستثمرين اتكلموا عن الجيش. لما تقعد تتكلم وتقول ايه مش سايبين لنا فرصه الاستثمار، مش واضح في حد بينافسنا، انت بتدي بيئه جاذبه ولا بيئه طارده؟ لما تيجي تقول ايه لا ده احنا مش مفيش فرصه، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا، ده انت بتقول كلام مش واخد بالك انك انت بتضر نفسك. طب انا اجيلك ليه؟ اذا كنت انت يا مستثمر مصري ورجل اعمال مصري بتقول لا اجيلك انا لولا المايكات يا عز والله العظيم ولا ليك عليا حلفان اقلع الجاكيت ده دلوقتي واقول لك الراجل ده لازم يتحول على مستشفى العباسيه. هو انت بتقول ان رجل الاعمال اللي بيقول الجيش بينافسنا بيضر البلد وبيوقعها؟ طب ده انت اول امبارح في نفس المؤتمر ده قلت بالنص كده حتى الاشقاء الاصدقاء اللي ساعدونا شايفين لديهم اعتقاد بان البلد ما لهمش مش لهاش قيامه. والنبي يجيب الفيديو ده يا علي. أظن الفيديو ده عبد الفتاح يبطل أي مشروع. فإذا كان رجال الأعمال بيتكلموا على إن الجيش بينافسهم في الاقتصاد وبتتهم أنت رجال الأعمال إنهم بيقولوا كده مع إن دي حقيقة. بتتهم رجال الأعمال وعمال تهاجم عليهم في المؤتمر عشان كده وشايف إن دي حاجة تضر البلد وتضر اقتصاد البلد؟ لا ده أنت أول واحد قلتها أول إمبارح. قلت حتى الأصدقاء الأشقاء اللي ساعدونا لديهم اعتقاد بان البلد مالها مش هتعرف تقوم. اهو اسمع اسمع يا عز. فين الصوت يا علي؟ فين الصوت يا علي؟ اديني الصوت. كل حتى الاشقاء والاصدقاء اللي ساعدونا لديهم اعتقاد بان البلد مش هتقوم. طب والنبي لما يطلع اكبر راس في البلد
يقول كلمتين زي دول، مين الشركة اللي هتجيلك؟ لما يطلع اللي ماسك العصابة كلها يقول حتى الأصدقاء، حتى الأهل، جاهزة؟ حتى الأهل، يلا العبها كده. حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة الروسية غير قادرة على الوقوف وراء. بس شكرا يا عز، ده انت دمرت البلد كلها، ده انت تتحاكم على ده، ده مش هيجي لك بني ادم جاي تقول لي رجال الاعمال بيقولوا ان الجيش وبتاعه ده. طب معلش حط الاثنين جنب بعض كده يا عز، مين اللي بيدور البلد؟ رجل الاعمال قال ان الجيش بينافسنا وده هيدور الاقتصاد، ولا انت اللي اول امبارح بتقول حتى الاصدقاء الاشقاء لديهم اعتقاد بأن الدولة المصرية غير قادرة على القيام؟ مين بيدور البلد أكتر؟ مين دمر اقتصاد البلد؟ أنت ولا رجال الأعمال؟ ده أنت فتشت سر ما نعرفوش، ما حدش يعرفه. والأصدقاء والأشقاء دول مين بقى؟ الإمارات والسعودية والكويت والبحرين. مين بيدور البلد يا الفتاح؟ على أي حال الاتنين قدام بعضه. نشوف يا حضرات كده، هنا بيتكلم على رجال الأعمال أنهم ضروا البلد بالكلام عن منافسة الجيش، هنا هو نفسه بيزيع السر الأول مرة أن الأشقاء بيقولوا إن مصر ما تقومش تاني. اسمع الاثنين واسأل نفسك مين دار البلد؟ اسمع. لما بتقعد تتكلم وتقول إيه؟ مش سايبين لنا فرصة، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا. أنت بتبني بيئة جاذبة ولا بيئة طاردة؟ لما تيجي تقول إيه؟ لا لا ده إحنا مش مفيش فرصة، بيضيقوا علينا، ده بيعملوا ده. أنت بتقول كلام مش واخد بالك إنك أنت بتضر نفسك. طب انا اجيلك ليه؟ اذا كنت انت مستثمر مصري ورجل اعمال مصري، الاشقاء والاصدقاء اصبح لديهم قناعه بان الدوله المصريه غير قادره على الوقوف مره اخرى. شكرا. مين اللي بيدور البلد يا فتاح؟ مين اللي بيدور البلد؟ رجل اعمال قال الجيش بنفسه، ولا انت اللي بتقول حتى الاشقاء الاصدقاء اللي ساعدونا لديهم اعتقاد بان الدوله المصريه غير قادره على القيام؟ على اي حال السيسي اتقمص من الاعلام، من رجال الاعمال، من الشعب، لكن الوحيد اللي السيسي مدحه في كلمه النهارده وحياه هو الجيش، لانه شايف ان ده المنقذ، العصا السحريه للانجازات، حتى لو كلامه هيزعل الحكومه مدبولي، بس معلش هو قال كده. يعني الحكومة بتقوم بجهد تكبر كل حاجة بصراحة، لكن أي موضوع عايز أخلصه، أي موضوع عايز أخلصه يا محمد يا زكي، بقول إيه؟ بقول يا محمد يعمل إيه؟ يعمله بس خلص. كلمة فضل يا محمد، أنا بحييك وبحيي الجيش. طب بقول كده ليه؟ عشان انا منه؟ لا والله، لا والله العظيم، لكن انا بقول كده عشان بسجل ليكوا في التاريخ اللي الجيش عملوه من امتى؟ من بعد ما خد طعنه نجلاء في 67، وعى الدرس والعوز والحوجه اللي هو عاشها، واللي كانت سبب من اسباب جوله لفنانين عظام يروحوا. لحظة يا فتاح، معلش لحظة، لحظة ومصحف، أنت عايز حد وراك؟ هو أنت مش قلت من شوية إنك زعلان من رجال الأعمال بلأن رجال الأعمال دول بيقولوا الجيش بينافسنا؟ لا، أنت في نفس الوقفة، في نفس المكان، في نفس اللحظة بتقول أي موضوع عايز أعمله بقول للجيش أعمله. طب زعلان من رجال الأعمال ليه؟ ده أنت اللي قلت أهو، أي موضوع عايز أعمله أقف يا محمد بقول إيه؟ الجيش يعمله. طب ما هو رجال الأعمال قالوا كده، أنت زعلان منهم ليه؟ بس انت خدت بالك من حته بحييك، بحييك يا ولا، اقف في ظهري يا ولا، ما هو انت ما عندكش غير كده، العصا القويه الغليظه اللي هي الجيش. ايوه لازم يتلف عليه، حتى لو كلامه هيزعل مصطفى مدبولي، لان مفيش حكومه. وعلى فكره يا عبد الفتاح، الشعب عارف ان مفيش حكومه اصلا، هي خلصت. لازم كده، لازم يقولوا بحييك، بحييك يا عبد محمد وبحيي الجيش، لان انا ما عنديش غير الجيش دلوقتي. الأصدقاء تركوه، الشعب كاره سحنته،
ما عندوش غير الجيش. ايوه لازم نتلف حواليه ونخليه يدخل في اي مجال براحته، حتى لو العالم كله زعلان وقال ان الجيش لازم يخرج من الاقتصاد، فانا قررت اتحصن بيه حتى لو هتخرب. بدليل اخر حاجه يعني صندوق النقد يقول لك خرج الجيش من الاقتصاد، الناس كلها تقول لك خرج الجيش من الاقتصاد. النهارده خد ادي خبر اهو لقيته، مش عارف النهارده ولا امبارح، الوقائع المصريه 23 اكتوبر سنه 22، مصنع انتاج واصلاح المدرعات، حلو، امانه سر مجلس، قرار مجلس اداره المصنع جلسه يوم 26/9/22 بالاطلاع على المذكره كذا كذا بشان اضافه نشاط شراء وبيع وتجاره سيارات مركبات جديده بانواعها المختلفه ومكوناتها بالسجل التجاري والصناعي الخاصين بالمصنع. وافق المجلس بالتمرير على اضافه نشاط شراء وبيع وتجاره سيارات مركبات جديده بانواعها المختلفه ومكوناتها بالسجل التجاري والصناعي برئيس مجلس الاداره رفيق رزق عبده سعد. يلا يا معلم دخلنا اهو هنصنع العربيات، ولا غبور ولا غيره، ولا سعودي ولا الغبور ولا كلام ده، خلص خلصت. انا هجمع عربيات في الجيش والجيش يشتغل عربيات، برضو الجيش. ولما يجوا بقى اللي واخدين توكيلات العربيات يقولوا الجيش يخرج من الاقتصاد يزعل ويتقمص. عايز تعرف كل الانحياز ده للجيش على حساب البلد والحكومه والاقتصاد، عشان الجيش هو الضامن ليه انه يقعد. هو الجيش والسند الوحيد. السيسي لم يعد له حليف، حتى الاصدقاء الاشقاء شايفينه خلاص انتهت يمته، لدرجه ان انا بظن ان هو بيتصل بمحمد بن زايد، محمد بن زايد بيقفل في وش السكه، بيتصل بمحمد بن سلمان، محمد سلمان يقول لهم بعدين هكلمه بعدين. اه والله العظيم، لانه لحوح وتلم وسدغ والشعب كرهه، يبقى ما قالوش غير الجيش. والسيسي قال لهم الامن القومي في رقبتكم، خد اهو الامن القومي المصري متعلق في رقبه الجيش زي ما حصل في 2011 في الدوله، ولازم يكمل ويعمل دوره في بناء الدوله. انت ايه يا فتاح الان ولا ايه؟ نسمع كده راي الناس، تعليقاته على الناس علقت على كلامه عن الجيش. اطلع يا معلم بكلام الناس. الشعب يحترم الجيش والشرطه، المشكله بينك وبين الشعب، حاول تحل لعيب ولا حرام، الجيش على راسنا. ادي حد تاني قال له خليك مصدر لنا، مصدر لنا الجيش في كل كلامك. لما الناس كرهت الجيش كرهت الناس في الجيش، عاوز تقنعنا اللي يختلف معاك كانه اختلف مع الجيش، بس الناس فهمت الاسطوانه بتاعتك دي خلاص. ادي حد تاني ابو سالم بيقول له التهديد بالجيش بيزيد غضب الناس، لان الجيش ملك للشعب مش لحضرتك واسرتك. ادي مريم بتقول له ده يثبت لينا انك خايف الشعب يطلع ويتهددنا بالجيش. عفاف بتقول له يا ريت جيشنا العظيم يتدخل في موضوع سد النهضه، مش ده امن قومي من الدرجه الاولى، واللي هيضرب البلد في مقتل وهيضرها ضرر بالغ. والله يا عفاف انت رائعه، مش ده امن قومي برضو؟ ولا هو انت عايز الجيش الامن القومي الكرسي بتاعك؟ ما تسمع كلام عفاف. والله يا عفاف ست العاقلين، مش ده امن قومي برضو؟ مش الجيش منوط بيه الامن القومي المصري؟ ما تطلع تضرب السد، ما تهدد اثيوبيا بحرب، انما الامن القومي عند السيسي هو الكرسي بتاعه هو والمدام. طيب السيسي بيقول كل الكلام ده ليه بقى؟ اللي جننه ايه؟ انه اكتشف انه فاشل. السيسي النهارده اكتشف او قال لكم انه فاشل، وانه ما قدرش يعمل حاجه، والناس بتغلي والوضع زي ما هو، زي ما هو بيقول بعظمه لسانه، بيقول ان الواقع الذي تعيشه مصر ما اتغيرش كتير عن 2011. يا سنه سوخه، الله، انت مش جيت وقلت بكره تشوفوا مصر واصبروا معايا سنتين واصبروا ست شهور وسنه كمان، وانا ضيعتكم قبل كده عشان اضيعكم تاني، جاي يقول النهارده؟ والنبي تسمع كده يا علي. طب انا بقوله ليه دلوقتي؟ لان الواقع اللي احنا ماشيين فيه ما اتغيرش كتير عن اللي احنا كنا موجودين فيه ساعتها. تقول لي ده على 7 سنين، اه 7 سنين في مسيره الدوله مش كتير قوي. قول كده، انت عايز تقعد شويه بقى، انت عايز تقعد 7 سنين في مسار ده مش كده؟ لا، هم 8 سنين، ده واحد. اتنين، 8 سنين دي في الحكم الامريكي دورتين لرئيس او لرئيسين، يعني لما يطير جورج بوش جه مكانه كلينتون تقريبا، وجه بعدهم يعني شوف كام رئيس جه هو مده الرئاسه 4 سنين، في فرنسا 4 سنين، في دول العالم المحترمه كلها 4 سنين. حضرتك 8 سنين دي في دولة يعني وزر يعني حكومتين، لو في دولة رئاسية تبقى حكومتين بالظبط. يعني لو اتكلمنا على أمريكا 8 سنين دي
يعني كانت جورج بوش الأب تقريبا واللي بعده أدي جمهوري وديمقراطي 8 سنين يعني دورتين لفريقين في دولة كبيرة زي أمريكا. 8 سنين دي يعني فرنسا نفس القصة دورتين لحكومتين مختلفتين 8 سنين في كل حتة كده. أنت بقى عايز أكتر من 8 سنين كام؟ وبعدين سيبك من دي، هو الراجل عايز يقول لكم يعني إن أنا والله العظيم لسه مرتحت على الكرسي، يا ربنا أنا جاي عرقان من بره والشمس بعيد عنك النهارده كانت صعبة جدا، سيبني أريح بس ساعتين كمان كده. عارف أمك لما تخش تصحيك ولازم تنزل الشغل وأنت تقول لها بس أهو إديني نص ساعة بس كده، نص ساعة بس، نص ساعة وأفوق كويس جدا، وأنت أصلا مش عايز نص ساعة، أنت عايز 8 أيام تنام في يوم. فهو بيقول لكم إنه 8 سنين قليلين مش في حكم الشعب قليلين. أنا ادوني كمان هريح شوية بس، عايز أريح شوية بس وأقوم فايق والله. وبعدين هو بيقول إيه؟ الوضع ما اتغيرش كتير عن 2011؟ لا اتغير يا فتاح. ده اتغير قوي. ده ماتت ناس وعاشت ناس. تعالى يا فتاح أقول لك الوضع اتغير إزاي. إحنا الديون اتضاعفت في الثمان سنين 4 مرات تقريباً. أهو. آدي ديوننا يا حضرات. يا حضرات، وده برضه على فكرة مش نهائي. يا جماعة هو أهو. يعني هو دلوقتي 155 مليار مش 145. بص يا حضرات الديون اتضاعفت في 2000 سيبك من 8، هو جه في 2013 كانت 43 مليار الديون. شوف احنا بقى وصلت لفين 21، احنا دلوقتي 155 مليار اتضاعفت كتير يا عبد الفتاح من 2013 لحد 22. شوف بقى في 2013 كانت 43 مليار وفضل 46 48 55 مليار 79 مليار 92 مليار 108 مليار 123 مليار 145 مليار دلوقتي 155 مليار. يبقى ازاي ما اتغيرتش يا فتاح؟ لا اتغيرت يا فتاح. ازاي لم يتغير كثيرا؟ ما تضحكش على الناس يا فتاح وتقول لهم 7 سنين فتره قليله. انت في ال7 سنين دي بهدلت الدنيا وطالع يقول لك انا عايز تريليون دولار سنويا عشان اعرف اشتغل، والمواطن مفروض يكون الراتب بتاعه 10,000 جنيه عشان يعرف يعيش. اهو دولة زي مصر محتاجة تريليون دولار في السنة. ماليه؟ عايز تاخد مني شغل يا دي عز؟ عايز تاخد مني شغل اديني تريليون دولار. نبي بص هعمل لك شغل المعلم لابنه. ما كانش حد غلب، ما كانش هو بيجيب الارقام دي منين؟ تريليون دولار هو بالظبط عامل زي كده. عايز تاخد مني شغل بقى هات لي عربيه جديده. انت تروح للميكانيكي عندك مشكله في العربيه والعربيه موديل 77، فتقول له عايز العربيه دي مش عارف بتقطع والشخمان بيقع مني والكاوتش مش عارف بيعمل ايه والفيوزات كده، يقول لك بقول لك ايه انت عايز تشوف مني شغل بقى روح هات لي عربيه زيرو هسلمها لك زيرو يا راجل. وبعدين يقول لك ايه مرتبات الناس 10,000 جنيه اهو، ما هي المرتبات تعبانه. ايوه تعبانه والله العظيم بكلمكم من قلبي مش من رجلي. اقل من 10,000 جنيه لاي حد ما يعيش. هتقولي طب انت بتعمل مينا ب 40 مليار جنيه؟ هقول لك لازم اكون متوازن، غيري اكل وشرب وسابها على الحديده، المصاري الحالي اكبر من اي حد، لازم اشتغل على كل قطاعات الدوله. حد يقول لي مهتم بالحديد والاسمنت طب والبشر؟ انا مهتم بكله. لا هو غيرك، اسمع يا فتاح، غيرك للامانه يعني سواء كان مبارك او السادات او عبد الناصر، عبد الناصر كان ساكن في كوبري القبة، السادات قاعد في الجيزة في فيلا في الجيزة قد كده، مبارك قاعد في بيته في مصر الجديدة وكانت حاجات صغيرة قد كده. غيرك ما بناش قصور يا عبد الفتاح، انت بنيت قصور. غيرك ما راحش بنى مقرات للحكومة في الحتة دي اسمها العلمين والحكاية دي مرسى مطروح الحاجات دي، لا غيرك ما عملش كده. غيرك ما اشتراش طيارة عبد الفتاح، اسطول طيارات 4 طيارات صغيره 13 مليون بياخدوها بنص الثمن، يعني كهرباء هتزيد، تعليم مش هيبقى ببلاش، مستشفيات انساها. امال ازاي بقى؟ الناس خرجت علقت له وقالت له، اسلام قال له طب فين ما تدينا 10,000 في الشهر، هو العيب فيك ولا فينا؟ يارا قالت له مين قال ان احنا عايشين؟ الشعب مات من زمان، ده احنا اموات من زمان. 10,000 10,000 ايه بس يا ريس؟ هشام قال له طب يا ريس واللي معاشه 3,000 وعنده خمس افراد يبقى ايه يا ريس؟ 90% من الشعب غلابه عاوزين يربوا اولادهم كويس ويعلموهم، مش عايزين فيلا ولا عربيه، عايزين يبقوا مستورين. محمد قال له انا لله وانا اليه راجعون. انت
توفى إلى رحمة الله تعالى اليوم مواطن مصري غلبان بيقبض 2000 جنيه حسبي الله ونعم الوكيل. محمد الثاني قال له انت بتتريق على نفسك ولا علينا؟ في أكثر من 90 مليون ما يحصلوش على المبلغ ده، ارحمنا أنت بقى، ما شبعتش من اللي عملته العشر سنين اللي فاتوا دول؟ اهدى يا محمد. ياسر قال له يا سيادة الرئيس ما هو لو الدولة جعلت التعليم بفلوس ما فيش حد هيتعلم، ومصيبة الدولة هتبقى أكبر لأن معظم الناس أساسا فقراء، فهيدفعوا منين؟ يبقى لا اقتصاد ولا علاج ولا تعليم ولا صناعة. ميمو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، زودت علينا المصاريف المدارس أضعاف أضعافها، ده غير حياة غير الحياة والغاز والكهرباء والمية، فوات أمري للحي الذي لا يموت. عبد الحميد الإمام قال له يا راجل ما تقولش الكلام ده، دي تكلفة مسجد الفتاح العليم لوحدها كانت كفاية لتطوير التعليم. أما نوران بتقول له وهل إنفاق مليارات على قطاع النقل والقطاع الكهربي كان في الدستور؟ يا حضرات السيسي ببساطة شايف نفسه زي ما كان السادات شايف نفسه، وقال لأحمد بهاء الدين في كتاب حواراتي مع السادات، قال له يا بهاء أنا وعبد الناصر آخر الفراعنة، إحنا محتاجين دستور. هو شايف نفسه فرعون، فرعون على الجميع، الجميع لازم يسمع كلامه، لازم كلنا نمشي وراه وهو مغمض عينيك، حتى لو أخطأ فالخطأ اللي هو أخطأه قانون، حتى لو هيجوعك يعريك يحرمك من التعليم يحرمك من العلاج، ما تبقاش مواطن ترح بقى. اسمع السيسي بيقول اذا يبقى مؤسسات الدوله لابد انها تساعدني في كل اجراء مش تبقى لقناعتها، تبقى لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. فهم واسع 8 ولا 9؟ احنا قدام حاله يا حضرات ما يقوس منها، شخص شايف نفسه وحيد، هو وحيد عصره وفريد زمانه، ورهانه الورقة الوحيدة بتاعته اللي بيحتمي بيها من فشله وبيحتمي بيها من كل الخطايا اللي عملها يا علي اتكلم عنها أحمد مطر. ده مش جديد علينا يا حضرات، ده حاكم زيه زي معمر القذافي زي زين العابدين زي كتير من الطغاة. طغاة اللي جم على دبابات وبانقلابات عسكرية هم فاكرين نفسهم إنهم كوكتيل من الأنبياء وكوكتيل من المفكرين وكوكتيل من خيرة الناس. بيقول الشاعر أحمد مطر وصفوا لي حاكما لم يقترف منذ زمان فتنة أو مذبحة، لم يكذب لم يخن لم يطلق النار على من ذمه، لم ينثر المال على من مدحه، لم يضع فوق فم الدبابة، لم يزرع تحت ضمير كاسحة، لم يجري لم يضطرب لم يختبئ من شعبه خلف جبال الأسلحة. وشعبي مأواه بسيط مثل مأوى الطبقات الكادحة، زرت مأواه البسيط البارحة وقرأت الفاتحة.